سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كامل او محمود كامل. ايوه يا شباب، النهاردة هنكتشف حاجات موجودة في خرائط لعبة ماينكرافت غريبة وفي نفس الوقت مرعبة يا شباب. انتوا متخيلين كمية الرعب اللي هتبقى معانا النهاردة؟ ومعايا اكتر اتنين بيخافوا وبيترعبوا، ساعة سلفار وليبرا وليبرا الكلب البلدي. وانت الحوت البلدي. استنى انا حوت. لا ايه المايه دي يا عم؟ فين المجاري يا عم؟ ايه حسكة. شوف ده بيدور على المايه الوسخه عشان يعوم فيها عشان هو فار. سحر اسمه سحر المجاري، فاهم؟ سحر المجاري. شباب كلكم اكتبوا تحت في الكومنتات هاشتاج سحر المجاري واللي هيكتبها صح اعمل له قلب. فبسم الله الرحمن الرحيم، النهارده يا شباب دخلنا في المود باك اللي انتم شايفينه ده. المفروض ان الصحراء اللي قدامنا ديت فيها اماكن مختلفه وغريبه يا شباب، وفي نفس الوقت فيها حاجات مرعبه. والنهارده جبت اقوى اتنين موجودين في لعبه ماينكرافت عشان نستكشف الاماكن المرعبه ديت مع بعض. فقبل اي حاجه، انا اكو واحد هنا، انا ملك الغاب، انا ملك. طب استنى، بص اسمع الاسد بيعمل ازاي؟ بيعمل فاهم كيف؟ لا ما بيعملش كده، ده كلب ده. طب يلا يلا استحشي. استنى بيعمل ازاي الاسد؟ بيعمل ايه؟ ايه ده؟ ده فار، ده بيعمل بس. لا اسد والله. لا ايه يا عم اسد؟ ايه يا عم ده فار؟ اوكي يا شباب، انا فرساله للناس اللي ما بتضغطش لايك ولا بتشترك في القناه. عارف اللي ما بيحطش لايك ده بيبقى ايه؟ بيبقى بحس ان هو كده يعني بيبخل علينا بلايك. خليك كريم وانا اعرف انك كريم لما تضغط على المقطع ده لايك وتشترك في القناه. انت مش مشترك وفعل زر التنبيهات. ورساله بقى للناس اللي ما بتحطش لايك ولا بتشترك في القناه. شايفين رامي ده؟ قصدي الخروف ده. شايفين الخروف ده؟ سوري يا رامي، والله العظيم يعني انا بحبك والله يا جدعان. هو معايا في المكالمه. ايه ده؟ مين اللي كسر ده؟ انا بحبك الله. رامي والله العظيم قوي يا رامي، يعني بجد انا مش قصدي والله ان انا اهينك او كده، بس عشان يعني هموتك لو ما ضغطوش لايك. على فكره رامي متحول للخروف ده، فشباب لو عايزين رامي يموت في اللافا ما تضغطوش لايك، واللي يضغط لايك يبقى عايز ينقذ رامي وقلبه رحيم، واضغطوا اشتراك وكده وفعلوا الجرس. وبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين يا شباب هي دي الخريطه المرعبه اللي انا بقول لكم عليها، اللي موجود فيها كذا ريد اكس يا شباب او الاكس الحمراء، وفيها مناطق كامل. ايه ده يا مكمل؟ ايه ده؟ دي مناطق المفروض ان فيها شيستات واغراض غريبه، وفي نفس الوقت فيها وحوش، وممكن تظهر لنا الريد رابت يا شباب او البينك رابت. اللي ما يعرفش فيكم البينك رابت، البينك رابت دوت عباره عن ارنب، يعني حاجه من فصيله سحس كده. لا من فصيلتك يعني، حاجه كده بتعيش في الصحراء. ايوه يعني مقطع قبله تقريبا شفنا الطفل الشرير، وهسه ده ريد رابت. ده بقى بص عباره عن ايه؟ عن ارنب كده لونه بينك وبي... ايه ده؟ مش انا ايه ده؟ ايه يمكن اسمه كمان؟ ايه ده احنا جبنا سيرته ايه اللي حصل في الارض؟ ده يمكن سوى مجاري لسحس عشان يسمح فيه. يلا سحس، يلا سحس، هو عمال لك مجاري. انزل سحس، انزل سحس، استنى اوسخهالك. استنى لا استغفر. ايه ده ارمي له سيت. دي ميه، لا دي ميه كويسه، دي ميه كويسه، ميه كويسه ومش عارف. عايز ميه مجاري احمد ربك. هي هنا كان في لافا. ايه ده؟ تقريبا عايزنا ننقذ الخروف عشان خاطر او ماي جاد. تقريبا هو بيحب ده شكله ضغط لايك. اوه شوف البتاع الكسارة. اوه ماي جاد، اقسم بالله ما فيش حد فوق. اوه ماي جاد. سحس هدوت. لا اوعى تقتله، اوعى. لا ده ايه اسم الخروف ده؟ سحس خده وابعده بعيد، ابعده بعيد، ما تقتلوش على فكره، هيموت. انا قلت هيموت على فكره، هيموت والله، ضربه كمان وهيموت. ابعده بعيد، ايوه خده بعيد كده، اوعى تقتله ها عشان الرابت. لا الرابت شكله بيحبه يا شباب، وشكله ضغط لايك ومش عايز يقتله، عشان كده ايه هوديه بعيد. فبسم الله الرحمن الرحيم، عندنا هنا شيست الشباب. المفروض ان الشيست زي ما انتم شايفين فيه وودن بيكاكس. الوودن بيكاكس دوت المفروض ان انا اخده ونروح على الصحراء ونستكشف. مفيش ليا. طيب يا مكمل، هو ادانا اكس بيكاكس واحد، هو ما ينفعش تجمع ولا ينفع تعمل اي حاجه، مش هتقدر. بص حاول انك تكسر كده الشجره دي، مش هتقدر. حاول شفت إيه؟ عمرك ما تقدر انك تكسر اي شجره هنا، بس نقدر بعد ما نفتح اول شيست نقدر نعمل كل حاجه. فزي ما انت شايفين يا شباب عندنا محمود. ايه؟ انا قتلت الخروف. انت قتلت الايه؟ خروف عشان اقرقط فيه. تقرقط في حد يقرقط؟ في حد يقرقط خروف؟ خروف ولا الواد ده بقى اكل لحوم حيوانات وبس. هي ها زادة. في حاجة ظهرت في وسطنا اقسم بالله لونها بينك وحياة شباب. اعيدها لكم بالبطيء. لا تريك اتخيلت عشان اعيدها لكم بالبطيء يا شباب. تتخيل
تتخيل تتخيل كامل اصلا عادي كم واحد بتخيل وشان انت جاي على مكان شرير فاهم. او ماي جاد ايه ده كامل نمتاج كامل ايه ده من لا لا استنى استنى بس مين اللي رمى النمتاج ديت؟ حد كان معايا فيكم نمتاج؟ لا معرفش دهني كده خد ايه ده مش عارف والله مين اللي جابها هنا. اوكي شباب تعالوا نكسر كده المفروض ان انت بتكسر اللي تحت بسرعه ليه كم كم فيش هنا المفروض بتلاقي اغراض او ليبرا ليبرا دوس شيفت او ماي جاد الاغراض دي لقيت شيفت بليت ودايموند واسهم اوه وشيل على كمان على كده ان في كل مكان زي ده في تشيست المفروض ايوه والمفروض ان احنا نعمل الكلام ده قبل ما زارونا البينك رابت. اروح انا اول عايز تشيست اروح اول ايه ده انا اروح ادور تعالوا 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 ما ينفعش إيه كلنا مع بعض تعالوا انا اشوف الاغراض انا انا اخاف بس انا ضل معاك خليكم معايا يلا تعالوا تعالوا نكسر هنا بسم الله نكسر في النص او او في تشيست استنى 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 انزل تحت عند التشيست كده تمام لا سيبوا الاغراض على فكره يعني يا جدعان والله المفروض انا اللي اخد الاغراض دي يعني امسك امسك حاسب كده نبره حاسب استنى هيتحرق ده بيطلع من هنا ايوه تعالى تعالى هنا ايوه وريني خد البامكن خد خد بص هتعمل البامكن وده هتلبسها زي المص المسك كده عشان ايش لوجه ارنب اخوف ليه اوكسجين زعلان استنى بس ارنب ايه اللي خاف من المص كده والله بص ارنب ممكن يمسكك كده ويخطفك كده اه يا خلاص يا عم اشرح امسك ايوه اوكي وسع شيبه كده يلا بسم الله يا شباب تعالوا يلا بينا نكمل ما تاخدوش حاجه من الشستات خلوني انا اللي افتح الشستات وانا اللي اشوفك كامل ايه احنا كلنا بنعرف ان الولعه في ماينكرافت لانها ايه ده انت بقيت قصير ليه كده انا مش عارف كده في السلسلة واي شوف انا اطول منهم ازاي كامل في ولعه هناك لونها ازرق ايه ده ايه ده تعالوا كده ايه ده انا ما اعرف مين كامل اعتقد يا محمود عشان السلسلة بس كسر ايه ده بيتحرق حاول انك تنقذ نفسك هنا في شيستاب برضو اوه شيست شيست بس استنى الله 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 اوكي اوكي اتوقع ان لحقته لحقته الحمد لله وانا كمان بتحرق يا شباب وانا كمان بتحرق يا رب يعني الحرقه تروح يعني مفيش ميه هنا مفيش ميه هنا في اي كهف هنا ولا اي حاجه هي ليبرا فين ليبرا تقريبا راح يطفي نفسه جاي تاني ليبرا تعال تعال يلا بسم الله تعال افتح الشيست ده كامل ايه اللي لقيت لقيت حاجه على الارض وانا رايح اطفي نفسي تعال تعال بس تعال شوف ايه الاغراض اللي لنا اكس بي واسهم وبوشن ايه ايه كل شويه تتحرق انت ولا ايه يلا تعالوا 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 المكان ده تعالوا بسم الله تعالوا نستكشف هنا يا رب يا رب يطلع لنا حاجه بقى كويسه بقى حاجه كده ايه نعرف ان احنا ناجم بيها اوكي احنا نبص في النص هنا المفروض ان الشيست يبقى موجود في النص هنا طبعا ما ادوناش لحد دلوقتي ولا بيكاكس يعني المفروض يدونا بيكاكس ولا حاجه بس ما فيش خالص فاتوقع ان هنا ما فيش ستات هنا ما فيش يلا تعالى شكلها هياخد عم كام شكلها خدعنا احنا هي مره من وسط الف خدع هنا مليانه من البتاع دوت يا شباب المفروض ان انا اكسره كامل ايه يا اسطى ودي الخريطه اللي احنا لقيناها دي اللي لقيتها انا هنا شوف الماب شوف شوف مش عارف ايه هي هنا فيش اسطى ولا ايه هي مش عارف ايه ده هي انزل تحت وات او ماي جاد شوف كامل ايه ده ايه ده يا كامل مكان مليان اغراض يعني وكده لا 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 وسع اطلع يلا اطلع وراي اطلع وراي كل ما عبد شكله هنا في صندوق كم كامل جوه هنا لا هنا مفيش صناديق هنا ايه يا عم كل شويه اه مفيش صناديق هنا ليبرا اطلع ليبرا في صناديق هنا يلا تعالى يلا بسم الله تعالى نخرج من المكان ده يا شباب مليان كده لافا وحاجات بتحرق تعالوا نروح المكان التاني القريب منه هنا يا رب يا شباب بس يظهر لنا نفسي اشوف البينك رابت بعد ما شفت الحاجات دي بجد بجد شكله اكيد اكيد هيبقى مرعب تعالوا بس ندور على الشيستات اللي هنا هي فيش شيست طب سد اللافا طيب يعني المفروض يعني سد اللافا يبقى في شيست هنا هي هي هنا في شيست ولا ايه انا شفته هنا بحفره وحفره كبيره يا مكمل اتحرق ليه يا مكمل ايه ده يا مكمل انا مش عارف انا انت عندك اه وسع ليبرا وسع 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 ايه 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 كان في حد هنا يا مكمل والله العظيم ايه يا ابني انت تخيلش يا مكمل خلي متعبني يكتب انا عايز انت لبست النضاره لبست النضاره بتاعتك يا عمي والله مش بهزر شباب بنات اكتبوا تحت في الكومنتات تعال تعال اضربك دماغك تعال اضرب اهو اهو لا استنى تعال نقرصه تعال نقرصه خد خد على دماغك ده يا عم انت بتوجع انت يا عم انا مش عارف انا شو ايه شوف ده راح فين اوكي قد هنا الناحيه كامل وطلع مقلب كامل ومفيش ربط استنى بس كسره هنا بس عايزين نشوف في هنا شيستات مفيش هنا شيستات صح فين اكيد اكيد هنا يكون هنا ثاني محمود محمود ايه في 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 هنا هنا ايه يا عم لا 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 ده ارنب عادي ارنب عادي ارنب عادي بص حتى مناخيره لونها بنفسجي تعال تعال حاول اقفش 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 او ماي جاد او ماي جاد
ليه رحتوا فين يا جدعان؟ يا جدعان ليه انتوا كده يا جدعان؟ في ايه؟ تعال بس احنا بنحاول ان احنا ندور على الشيستات هنا ولا هنا يكون معانا اغراض. انا مش عارف احنا بتتحرق ليه مع اننا يعني بعاد عنها خالص. اوكي في ميه هناك، احاول اطفي نفسي بسرعه بسرعه بسرعه. طفي نفسك طفي نفسك. اوه تخيل كده بعد. اوكي حاول تكسر هنا، كسر كسر. اوه كامل، استنى شوف حجمه كامل. او ماي جاد، اغراض من النذر. اوه اخذت البكاكس النذرات. شن شن يعني انت معك بكاكس خشب؟ ما معي بكاكس. اوكي خد 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 يا سحس انت الحاجات ديت، انا عارف ان انت بتحبها. خد بامبا وكل، خد. اوه يلا. انا مش عارف انا ده شباب فور ولا باندا ولا ايه بالظبط، بس يعني كويس جدا ان هو معانا اصلا. يلا عشان نلبس الخوذة ديت ونلبس البنطلون وكمان. اوه معاه درع نذر. اوكي خد يا سحس البس انت البنطلون، وخد معاك خلي معاك السيف ده برضه. اوكي يلا بسم الله، تعالوا نشوف المكان ده لو في شيست اي حاجه. جامد في صندوق هنا. تعال 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 تعال. مش افتحه مش افتحه. قول لي انت افتحه. قول لي وريني وريني. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد، يلا دايموند فايروك. يلا تعال نحتفل. يلا الله عليك الله عليك الله عليك. معانا دايموند طبعا، نقدر ان احنا نعمل بيها شباب كرافتنج تيبل. نعمل ايه بالدايموند كرافتنج تيبل؟ نعمل الشباب يعني كرافتنج تيبل، بعد كده نعمل لنا شيست من الدايموند. تعال بس نكسر هنا بسم الله. دلوقتي هنكسر الاكس الحمراء. درع جولد، خلاص خدوه 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 برضه. السيف معايا، السيف ده في نظر رايت. اوكي انا هاخده انا. اوكي طيب خده انت. طيب تعال نكسر هنا، نكسر الاكس دي، وبعد كده اروح الاكس الحمراء. المفروض ان الاكس الحمراء ديت بيكون فيها حاجه اسطوريه جدا جدا، وحاجه يعني عايز اقول لكم ان هي حاجه غير متوقعه تماما، يعني حاجه بجد هتساعدنا جدا، وحاجه بقى ايه في صندوق كده كبير وحفام، يعني حاجه تكون اسطوريه. تعال بس نكسر في النص هنا. اعتقد في الاكس دي كل اكس فيها حاجه. اوكي بس oh انا مش محتاج مش قوي. اوكي انا مش محتاج غير الاسهم بس، يعني كده خلاص خدوا انت الباقي. اوكي كده مفيش حد معاه الخريطه؟ حد معاه خريطه؟ انا متهلك يا كاميرا متهلك. انا رحت في نفسي، ما خدتهاش دي تقريبا، ما كانتش خريطه. اتوقع ان هي كانت بتاع ورقه مش خريطه. اوكي تعالوا بس نبص على الاماكن حوالين المكان كده، هل لو في اماكن تانية ما بصيناش فيها. وبعد كده يا شباب هنكسر الاكس الكبيره، المفروض ان هي فيها المفاجاه الكبرى او اكبر مفاجاه موجوده في العالم هنا. اوكي في مكان لسه هناك وما رحناش شفناه، فممكن كامل ده ده تعال كامل. فين شفنا هيو ده؟ ايوه ايوه بين عليها يكون صندوق حقه كده خرافي كده. هنا 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 يعني في صناديق، انا مش عارف الصراحه ما يعني مش عارف. اوكي صح التريد ستون دي هنا. تمام نطلع فوق يعني، اطلع فوق. تمام يلا بسم الله ليتس جو. في صندوق كامل. اي صندوق فين؟ فين؟ اوه اوكي وريني وريني. اوه ماي جاد دايموند. اوكي معانا 13 حبايه من الدايموند. خد يا سحس اعمل لك دراع وظبط وضعك يا سحس. يلا مش خساره فيك. اوكي طب انا ماليش دروع. طيب والله العظيم افتكرتك انت اللي هناك، طلع حمار. شوف تتصدق شباب بالظبط. استنى استنى روض، استنى روض. انا معايا تفاح، معايا تفاح، معايا تفاحة. تفاحة ديت لو تروض بيها. لا استنى 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 استنى, استنى, استنى الحصان ده. لا 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 لا, لا, لا. استنى اسمه ايه؟ استنى اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه صباح. ايه تقريبا صباح تقريبا. لا لا اسمه اسمه مرباح تقريبا. مرباح ولا مش واح؟ اسمه جحا. اسمه جحا. جحاح. لا كان في حاجه اخيره حرف الحاء. في اول حاجه مش عارف انا بقى، مش عارف والله يا شباب، بس مش مشكله. المهم تعالوا والله ندور في شيستات هنا ولا لا. شوف خليهم يكتبوا لنا في التعليقات اذا عارف. ايوه لو شفتوا انتوا الاسم الشباب اكتبوا الاسم ده تحت في الكومنتات. بس هو تقريبا مصحاح او مكحاح مش عارف الصراحه. انت تقريبا تفاح كده مش عارف. ايوه حاجه كده يعني غريبه اخيره حرف الحاء. المهم يا ساس خد، تعالى خد انت الجولدن ابل ديت، وانت خد يا ليبرا. خد يا ليبرا انت تفاحه عاديه. ينفع ليبرا يعني يعني بعد اذنك انا معايا. شايف اللي في ايدي يا ليبرا؟ يا ايه القرف ده؟ ايه المايه دي؟ امسك يا عم. ايه عايز ميه مجال؟ انت ميه مجال، انت اصلك من مجال. تعالوا هنا تعالوا هنا تعالوا هنا، المكان ده ما جيناش فيه. تعالوا تعالوا تعالوا. في لوحه. اوكي في لوحه. اوكي مكتوب ايه؟ مكتوب ايه دي؟ وسع كده. سمك. ايه سمك دي؟ تقريبا بيكتب سمك. سمك سمك. هو كاتب سمك بس غلطان. هووس. ايه ده ايه ده؟ فينا حمار. ايه ده ايه ده؟ حمار. تعال بس كسر انت بتكسر. فينا حمير. هي هي حمير صغنونه. اسمها سمك. اسمها سمك بجد؟ سمك. او ماي جاد. اوكي طب كسر كسر. في حد ضربني. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. جري 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 جري. مات. لا 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 مش معقوله مش معقوله. لا 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 يا عم انت انت اللي بتهزر يا عم. يا عم ضربني يا جدعان. مين كرمته؟ مين اللي ضربك؟ بص وراك يا حبيبي، انت تعرف مين اللي ضربك. انا محمود. مش حد مكمل. انا مش حد ورايا مكمل. وين انت؟ مش شايف ولا احنا متخيل ولا ايه؟ مش شايف مكان فين؟ شوفوا بقى.
او ماي جاد ما بينه بيطير ورا هنا كسر المكان ده والمفروض ان في حد جوه موجود في المكان ده ايه بقى الحد اللي جوه ده انا ما اعرفش الصراحه كسروا معايا هنا محمود جامل ايه ده لا 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 يموتني اوكي 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 انا عايز انزل المكان ده ليبر تعال بسرعه عايزك في خطه تعال اقعد قدامي يلا تعال سحس اقعد قدامي هنا اقعدوا ما تكسروش تاني تحت اقعد هنا نعم اقعد شفتين اسمعوا المفروض دلوقتي اللي يحصل ان المكان اللي جوه ده المفروض يرد ان في حد شرير احنا هنكسر الاكس ديت ونشوف مين اللي محبوس في الاكس معقول الشرير ده اسمه ده الكفاح ده كفاح ممكن تفاح. يكون هو اللي اسمه تفاح اللي بيقول عليه ده هو اصلا تقريبا كاتب الاسم غلط مش عارف لازم متابعيني كتبوا تحت الكات انا مش عارف خلاص يلا تعالى ورايا كده ممكن يكون اسمه ماء عشان قريتها غلط ماء عارف. استنى المكان ايه مين اللي زود على مكان هنا ريدستون انت يا ليبرا ايه انا يمكن كنت معك يمكن بتحطش فيه يمكن سحس هو السريع لا 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 انا مش بحط انا باكل بس هي زومبي ومعاهم الارنب الشرير ماي جاد هي الزومبي اسمهم سماج ماي جاد تعال انزل عندهم بسرعه نقتلهم اوكي انزل يا كامل انزل كسر كسر حد يكسر بص على ليبرا ما تزقش يا سحس محدش يزق بقول لك احنا اتزنقنا هنا صح اوه اتزنقت اوكي انا اتل كل things found on Google Maps ooh like your face no pigeon people oh no what how are your knees in the back of your legs girl it's got to be an alien It's gotta be an alien or somebody messed up on your knee surgery. Jeez. Make sure to get your money back because yeah, your knees are supposed to be facing forwards, not backwards. Girl, if you don't get your flamingo legs up on out of here, come on now. Girl, you need to get that out of here. Oh, are y'all about to go purge or something? Like, Halloween ain't for another couple months, man, so y'all need to calm down. New Marvel movie leaked by Google Maps. Uh-oh. Let's see. Come on. Let's see it, baby. Wait, what? What is this? Is this like a community college film project? Man. What was your guys' budget? $15? yeah, got him. Superman and Spider-Man in the same universe. This ain't right, man. You guys got it wrong. You guys do know that whenever you release this movie, it's gonna get a 0% on Rotten Tomatoes. I ought to throw a tomato at y'all. Anyway, weird things caught on Google Maps. Ah! What? Oh my god. Oh no. We got some demon Easter bunny that's just laid out on the grass. And then somebody attacking Gumby. Like, leave Gumby alone. Pigeon people. Yeah, so this is the new religion called Pigeonology. They believe that the great pigeon will one day return and take them up to Chuck E. Cheese. And here is Trash Can Man. Trash Can Man likes to live in the trash. Can. Man. Google Maps caught a thief. Uh-oh. Oh. Officer. Take him out. Let's go. Oh. Chasing the thief. Chase while he escape. Okay. Did you get him? Oh, they got him. Good job. Congratulations. Mazel tov. That's embarrassing. A thief. You get caught on Google Maps? Like, come on, man. Scary things found on Google Maps. Part one. Hello? What is it? All it is just houses. Hey! What? What did I do to you? Jeez. Somebody really wrote that on the top of their house. They know the aliens and the government is watching from the sky. That's messed up. I mean, they're gonna come down. They're gonna drop a bomb on your house or something. Mm-mm, not today, Satan. Golden apple, I'll eat golden apple. Just eat golden apple. Yeah, let's go. Let's go. موت. الله عليك يا كامل. لا الزومبي ده. اوكي خلاص. ليبرا وانت ينفعش تطلعنا ليبرا من فوق. انا تخبيت ارجع البيت انا. ليه هترجع البيت ليه؟ تعال خدنا. وسع طب انا اطلع ازاي؟ حاول تطلع معايا وسع كده
هاي الكاميرا شايف واحد فمه كبير كده ومتخبي ورا من ريدستون يا اسطى. حد فمه كبير يعني بقول لك يا محمود انا هدخل هنا واقرض لفوق. ماشي ماشي استنى بس ثواني ثواني كسر دي. تعال انزل الزومبي انت. تعال انزل تعال لك تعال. يلا مكمل ابني. يلا 3 2 1 يلا تن 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 تن. طلعت اساس. انا طلعت اوكي. ايه ده يا سموم؟ سمك سمك. موت 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 موت. يلا بسم الله. انا عايز دلوقتي. لا احنا دلوقتي عايزين مين؟ البنكرا. اهو 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 اقتله اهو اقتله. هيموت 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 والله هيموت والله هيموت. استنى استنى بقولك استنى معانا في السيف. نازل رايت. استنى جاي. اوه اوه قتلته 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 قتلته. او ماي جاد قتلته. او ماي جاد تقريبا. اوه استنى انا فهمت. تقريبا حد هو محتاج حد بالاسم ده اللي هو سماح ده. فاحنا هنحرق يا شباب. 3 2 1 احرق سماح. ايوه بس سرحنا سرحنا ايه اسمها حرقناها يا شباب. يلا بينا دلوقتي الشباب اروح ننقذ الخروف اللي موجود اللي هو اسمه رامي ده واللي هو ماء ده. يا شباب اروح ننقذه برضه عشان خاطر كلكم انتوا حطيتوا لايك واشتركتم في القناه. وبس الشباب اشوفكم المقاطع الجايه على خير الله. وسلام سلام سلام يا شباب. مع السلامه.